وحول هذا الموضوع يسرني أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الأستاذ ناصر الأهلي، رئيس جمعية البحرين العقارية. مساء الخير أستاذ ناصر، وأشكرك على قبول هذه الدعوة والتواجد معنا في استوديو مركز الأخبار. في البداية لو تحدثنا عن انطباعك لليوم الأول لهذا المعرض من ناحية يعني التنظيم والإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الحقيقة أن احنا اليوم كان افتتاح يمكن مع الشيخ خالد بن عبد الله لمعرض العقاري، معرض بايبكس على النسخة العاشرة، كانت مناسبة جيدة أيضا يعني أن نقول استمرارية القطاع العقاري الموجود في مملكة البحرين في هذه. فالبعض كان يشاع ما يشاع أن السوق العقاري اليوم متذبذب أو شيء كذي، احنا اليوم عندنا المعرض نفسه دافع قوي أو عامل قوي جدا نقول استمرارية المعارض العقارية واستمرارية صناعة العقار في البحرين كما هو مرسوم له في هذه. فالحمد لله الافتتاح كان جيد، والإخوان المنظمين في جمعية المهندسين ما قصروا في التنظيم. عدد العارضين كانوا موجودين في المعرض. المشروعات العقارية الموجودة في المعرض مشروعات ضخمة يعني موجود، وقيمتها لا تقل عن 18 مليار إلى 20 مليار دولار تقريبا. هذه المعروضات يمكن نقول عنها مشاريع قائمة لأغلبها، ومشاريع جديدة موجودة في هذه، فتعطي انطباع ان احنا صناعه العقار في البحرين مستمره، ما في انقطاع ان شاء الله. والدليل على ذلك ان احنا الانظمه والقوانين اللي تخص المعارض العقاريه او تخص القطاع العقاري ايضا مواكبه لهذه المعارض نفسها. ومن خلال يمكن 4 5 ايام موافقه الحكومه المؤقره على انشاء مؤسسه التنظيم العقاري، ما هو دليل ان احنا عندنا قاعد نصير بنفس الاتجاه ان نبيه كقطاع عقاري في البحرين. نعم استاذ ناصر، في هذا السياق يعني هناك قانون التنظيم العقاري الذي يحظى بالدعم والإسناد والاهتمام من قبل جلالة الملك المفدى، من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وصرح بذلك أكثر من مرة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية، بأن هذا القانون يشكل قيمة مضافة للقطاع العقاري في مملكة البحرين. هل لك أن تحدثنا عن أهمية هذا القانون الذي قام جلالة الملك المفدى بالمصادقة وإصدار هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في مارس المقبل؟ نعم. الحقيقة احنا نشكر القيادة الرشيدة على اهتمام بالقطاع العقاري، يعني والشكر خاص لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أيضا على اهتمامهم بهذا القطاع. خلال 20 سنة الماضية احنا شفنا الكثير من القوانين اللي كان بحاجة لها البحرين، وأيضا المتغيرات في هذا القانون. قانون رقم 27 لعام 2017 اللي صدر في أغسطس وصادق عليه من جلالة الملك تم مناقشته يمكن على مدار السنتين أو 3 سنوات الماضية ما بين القطاع الخاص والحكومة وأيضا مجلس النواب ومجلس الشورى، وتم إقراره من قبل المجلسين والموافقة عليه والمصادقة عليه من قبل جلالة الملك. هذا القانون مثل ما ذكر معالي الشيخ خالد بن عبد الله واللي يعتبر هو مهندس هذا القانون حقيقة بكل ما يعني عمل فيه بجهد، وهو طاقم عمله في الوزارة ومجلس الوزراء في هذه، تعتبر نقلة نوعية كبيرة جدا في القطاع العقاري بما يشمل من أمور تنظيمية قد كنا احنا نفتقدها في السنوات الماضية. هذا القانون راح يكون حيز التنفيذ إن شاء الله خلال العام القادم، وتشمل على العديد من القوانين الجديدة والقديمة. يعني اليوم عندنا قانون التطوير العقاري، مع أنه صدر قانون جديد في 2014 ومع ذلك الحكومة المؤقرة شافت فيها ثغرات وشافت فيها تعديلات فصدرتها مع قانون التنظيم العقاري. قانون الوساطة العقارية نفسها قانون قديم من عام 1976 صادر في هذه، واليوم مع القانون الجديد في متغيرات جديدة في هذه. قانون اتحاد الملاك في البحرين موجود، والبيع طبقات الشبكة يمكن الكل يعاني من عدم تنفيذ القانون، مع قانون الجديد حاليا راح تكون هناك جهة تنفيذية تصدر إليها. أصدرنا قوانين جديدة ما كانت موجودة أصلا، قانون التثمين في معاملات في البحرين في موجود في التثمين، قانون إدارة الأملاك عندنا إدارة الأملاك، هاي كلها القوانين العقارية تعتبر دفعة قوية أن احنا صناعة العقار ماشية باتجاه الصحيح، وإحنا نواكب القطاع نفسه على المستوى العالمي. اليوم دول العالم كلها مهتمة بالقطاع العقاري لأنها تعتبر أحد أهم محفزات الاقتصاد عندهم، تعتبر يمكن ثاني دخل أو ثالث دخل بعد القطاع البنوك والنفط يعني في هذه. فالقطاع العقاري أنا أشوف فيه اهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة عليها، وسمو رئيس الوزراء اهتمام أيضا بهذا القانون، يمكن يعني من خلال متابعتنا معه ومن خلال أيضا حضورنا لمجلسه، وأيضا سؤاله دائما بين الحين الآخر عن أهمية القانون، شنو النقاط اللي تحتاجون القانون. طبعا دعم سمو العهد أيضا يعني موجود
في هذا القانون والدفعة اللي يمكن القوية للقانون نفس الحالي موجود كان من دعم ومتابعة من سمو العهد الأمين في هذا الموضوع. احنا نبشر بخير، نتمنى في حال ان شاء الله تنظيم او تفعيل القانون من خلال مؤسسة تنظيم العقاري اللي صدر لها او تم موافقة عليها ان شاء الله خلال 2018، احنا ننقل من المرحلة المحلية والخليجية الى المرحلة العالمية، لان هذا القانون نفسه بتكون مواكب على مستوى الدولي في هذه. نعم، الاستاذ ناصر الاهلي رئيس جمعية البحرين العقارية، شكرا لك على هذا التواجد وهذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا.